بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، يصل إلى البلاد يوم غد الثلاثاء 8 من شهر نوفمبر الجاري صاحب السمو الملكية الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة، وقرينته صاحبة السمو الملكي دوق كورنوال الأميرة كاميلا باركر في زيارة للبلاد يجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى. تتناول العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة في مختلف المجالات، كما يلتقي كذلك بعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وبهذه المناسبة يرحب الديوان الملكي بضيف البلاد الكبير صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة المتحدة، متمنيا لسموه طيب الإقامة في مملكة البحرين. كما أعلن ديوان سمو ولي العهد عن بالغ الترحيب بضيف البلاد الكبير صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة المتحدة وقرينته دوق كورنوال، متمنيا لسموه طيب الإقامة في مملكة البحرين.